الاستعمال ديالو هي المشان هكذاك. دونك كتكون عندنا الزجاجه من اللور الشرجم، وهذا كنطلعوا نهبطوه بحال شي ريدو. ايه بحال شي ريدو، تيجي ما بين الريدو والشرجم ديال الالومنيوم هكذاك. يعني مثلا 6 سنتيم 5 يقدر شي تبوزا، يمكن لك تبوزي. دونك هنايا بحال دابا انا عندي الدار عندي هذا المشكل ديال الحشرات اللي كتدخل ليا، غنخلي الشرجم ديالي عادي، وتجي انت غادي دير لي ديك الشبكه من الفوق تركبها، ياك هادشي اللي كاين. تقدر تطلعي وقت ما بغيتيش تخليه هابط، يعني على حسب اللي بغيتي. اي ما كيبقاش يتحيد ويترد، راه هو محطوط نستعملو نطلعو فين ما غنبغيش يدخل ليا الهواء، نهبطو فين غنبغي ما يدخل ليش الحشرات.